هنتكلم النهاردة على موضوع مهم، وهو موضوع دوال الخصية وأثرها على تأخر الإنجاب في الرجال. دوال الخصية بتؤثر على 15% من الرجال على مستوى الدنيا دي كلها، وفي نفس الوقت هي مسؤولة عن 40% من حالات تأخر الإنجاب للمرة الأولى، ومسؤولة عن 80% من حالات تأخر الإنجاب للمرة الثانية أو الثالثة. زي ما قلنا، دوال الخصية بتؤثر على 15% من الرجالة، ودايما بتؤدي إلى يا إما شوية ألام في الخصيتين، أو يجي المريض بسبب إن هو متجوز وعنده تأخير في الإنجاب. لما بيجي المريض، أول خطوة بنعملها له بنعمله تحليل للسائل المنوي. في تحليل السائل المنوي بنبص على 4 حاجات مهمين، اللي هو وقت الذوبان بتاع السائل المنوي، العدد، الحركة، الأشكال الطبيعية والغير طبيعية. لما بيطلع عندنا تحليل السائل المنوي غير مرضي، أو العدد فيه قليل، أو الحركة فيه مش مظبوطة، بنعمل للمريض، وخصوصا لو كان عنده تاريخ من آلام متكررة في الخصيتين، بنبعت المريض عشان نعمل له موجات صوتية على الخصيتين. بعد الموجات الصوتية، لما بيبقى عندنا دوال في الخصية، دوال الخصية للأسف لا تعالج بالأدوية. دايما دوال الخصية بنعالجها بإجراء جراحي، سواء كان عن طريق الجراحة التقليدية أو عن طريق منظار البطن. العمليتين، سواء كانت العملية الجراحية أو عن طريق منظار البطن، بنسميها داي سيرجري. يعني إيه؟ يعني المريض بيجي المستشفى في اليوم اللي هيعمل فيه العملية، وبيجري العملية بتاعته، وعلى بعد الظهر بيكون روح تاني وراح بيته، وفي خلال يوم أو يومين بيسترجع بالتدريج النشاط اليومي بتاعه، وبيرجع لحياته الطبيعية. النقطة اللي عاوزين نركز عليها، ان احنا يعني دايما لما بيبقى فيه تأخير في الانجاب بعد مرور سنة على الزواج، في عدم وجود احتياطات طبية لمنع الحمل، لازم نباشر او نرجع للطبيب عشان نشوف هل هذا التأخير في الانجاب مرتبط بدوال الخصية او بعوامل اخرى. طب ليه دوال الخصية بتؤدي الى تأخر في الانجاب؟ لأن يعني عشان الأول نعرف دوال الخصية معناها إيه؟ معناها إن الأوردة اللي محيطة بالحبل المنوي تطول، وفي نفس الوقت بتوسع، وعشانها بتطول وتوسع في مكان مقفول بتبتدي تبقى عاملة زي الحلة. دوال الخصية بتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة جوه الكيس الصفن، وده بيؤدي بالتبعية إلى إن يخلي الخصيتين وظيفتهم تبقى متأثرة بوجود ارتفاع درجة الحرارة دي. فاللي بيحصل ان يا اما الانتاج يقل، فالعدد يقل في تحليل السائل المنوي، يا اما الحركة تبقى مش مظبوطة، يا اما الاثنين مع بعض يبقوا موجودين تأثر على الحركة وعلى العدد، وفي نفس الوقت ممكن تزود الاشكال الغير طبيعية، فتخلي قدرة هذا الرجل على الانجاب اقل من غيره من الرجال. فلو حصل ان حد كان عاوز يبقى عنده أولاد واتجوز، وبعد سنة من الجواز لسه في تأخير في الحمل للزوجة، لازم هذا المريض يتابع مع الطبيب بتاع المسالك البولية عشان يعرف سبب تأخر هذا الإنجاب من ناحيته، وإذا كان مرتبط بدوالي الخصية أو مش دوالي الخصية.